وعلى هامش مشاركته في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء مع رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والأردن وسفيري البلدين. وخلال اللقاء أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها، لافتا إلى أن المقومات الاقتصادية والصناعية التي تمتلكها البلدان الثلاثة تشكل قوة دفع هائلة نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات.